ونتابع معكم مشاهدينا هذه الصور من لندن، حيث خرج مئات الآلاف من البريطانيين في مظاهرة رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات العنيفة والقصف المكثف على مناطق متفرقة من القطاع. هذا وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 11,078 شهيدا، بينهم 4,506 أطفال، إضافة إلى 3,027 امرأة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الإصابات بلغت نحو 27,490، وحذر أن المستشفيات في غزة تموت تدريجيا نتيجة الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي عليها، وطالب دول العالم بالوقف الفوري للمجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفتح معبر رفح بشكل عاجل ودائم لدخول المساعدات الإنسانية والطبية. إذن هذه صور مباشرة تأتينا من لندن وتظهر لنا حجم المظاهرات الآن التي تعم الشارع هناك نصرة لأهالي غزة واحتجاجا على تواصل العدوان الإسرائيلي بحق أبناء القطاع. مئات الآلاف من البريطانيين والجاليات العربية هناك تحتشد في شوارع لندن تضامنا مع أهل غزة. إذن هذه صور جوية تصلنا من لندن، حيث يحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في شوارع لندن كما نشاهد، وجسرها أيضا، احتجاجا على توالي الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء القطاع. طبعا المظاهرات تعم أكثر من مدينة حول العالم، في بريطانيا، لندن كما نشاهد الآن، في الولايات المتحدة، في هولندا، في السويد، أيضا في عدة مدن عربية.